نشوفوا البارتي دوزيام اللي هو اوبسرفاسيون دو لا سيلول، الملاحظه نتاع السيلول هذه سيلول سيلول بكتيريا. هنا الاوبسرفاسيون عموما تكون بلو ميكروسكوب فوتونيك ولا ميكروسكوب اوبتيك. هو الميكروسكوب الضوئي اللي يعتمد على نفاذيه الضوء في الملاحظه افاك غواسيسمون جيسكا حتى 2500. هنا هذا المدى تاع التكبير. On peut utiliser plusieurs procédés. Le microscope photonique ou l'optique, il y a beaucoup de procédés, beaucoup de méthodes. Ces méthodes, nous pouvons dire même cette remarque. Quatre méthodes. Premièrement, à l'état frais. Je veux dire à l'état frais, c'est-à-dire dans la situation naturelle. Ce qui est observation entre l'âme et la mêle en milieu liquide. Nous pouvons dire cette langue de Chine est colorée. نجيبو اللام عادي، نديرو فيه نهزو شوية، نهزو إشانتيون من هذيك الحاجة اللي حوسو نلاحظوها، ونديروها في اللام، ومن بعد نديرو معاها أون ميليو ليكي، نديرو معاها شوية ماء، ومن بعد نديرو فوقها لامال، ومن بعد نديرو لوبسرفاسيون، وقادرين نديرو كولوغو، هذي ألي طافخي. نشوفو الدوزيام بروسيدي اللي هي أوبسرفاسيون دو فخوتي سيشي. فيكسي اي كولوري، يعني نديرو لوبسرفاسيون نتاع الفخوتي، وهاد الفخوتي تكون سيشي جافة مثبتة وكولوري، في ثلاثة فخوتي سيشي فيكسي اي كولوري، يعني تكون جافة مثبتة ثابتة وتكون كولوري افاك ان غوت دويل، يعني التكبير راح يكون مياه. هنا وين نستعملو الويل ديمارسيون التكبير يكون مياه. هذه في لوبسرفاسيون دو فروتي، يعني بروسيدي دوزيام، راح نشوفوها في التكبير نتاع مياه، بنستعملو الغوت دويل. نروح نشوفو تروازيام ميثود، هذه اسمها ليكزامان سيغ فون نوار. واش معناتها ليكزامان سيغ فون نوار؟ يعني هذا هو تيب من الميكروسكوب فوتونيك ولا اوبتيك، ميكروسكوب اوبتيك يتيليزي بور اوغمونتي لي كونتراست دي زوبجي ترانسبارون. هذا ليكزامان يكون ميكروسكوب عادي، بصح لا باز ولا المكان الخلفيه تكون سوداء نوار، افون نوار، ذا خلفيه سوداء في لوبسرفاسيون. هذا الميكروسكوب علاه نديروه خلفيه سوداء؟ كي نحب لي كونتراست هما ليمينوزيتي تاع لي زوبجي، دي زوبجي ترانسبارون، يعني كي تكون عندي حاجة شفافة، شفافة كي نديرها في لوبسرفاسيون العادية هي مش راح تبان. نروح نديرلها ليكزامان سيغ فون نوار، على هذا النوع تاع الميكروسكوب، يكون الخلفية تاعه نوار، راح يسهل لي الملاحظة تاع هذا الحال. دي زوبجي ترانسبارون، كاين لوبسرفاسيون اون كونتراست دو فاز، هذه سون كولور. بدون ملونات، نحب نشوف خالية. غالبا ما لوبسرفاسيون تكون على هذه الحوايج فيفون حية، كي نحب نشوف هذه الخالية ولا نعينها راح تظهر لي هالو، هالو اوبسارفي، هالة هكذا، هذه الحاجة راح تظهر عليها هالة، راح يخلي هالة كبيرة واضحة على الحاجة اللي راني حابة نشوفها تظهر.